الماتش بين غامبيا ومالي، عندهم بجوج وربعة النقاط. ماتش صراحة مالي تستاهل تربح وغامبيا تستاهل التعادل. مالي كتعجبني وغامبيا كما قلت لكم، انا من الفرق اللي كنقول عليهم يقدر يكون الحصان الاسود في هذه البطوله من الاول، وانا كنقول حيت متبع الدراري الصغار ديالهم لي جون ديالهم في كاس العالم الشبان والفيتيان، خدموا مزيان على لي جون قبل ما يوصلوا قبل ما يطلعوا للكبار. ومالي مالي معروف هادي ما عندها لي ستار، وكيما قلت لكم دونك غامبيا ضمنات راسك احسن ثالثه دوز اهل الوتيام فينال ديال الثلاثه، حيت الفرق قلال اللي غادي يوصلوا لبعض النقاط. وتقدر في الماتش ديالها مع تونس ضرب تونس ودوز هي الاولى، ولا ودوز هي الاولى كاع، دونك تونس تقدر تخاف على راس، دونك تونس مفروض عليها هي ولا موريتانيا، مفروض عليهم يربحوا بعضياتهم. موريتانيا عندها القضيه حامضه حدا مانشستر ضد مالي، وتونس خاصها تربح وتلعب الماتش ديالها الثالث مع غامبيا اللي غيكون ماتش ديسيزيف في تونس. المهم تونس خاصها بعدا تربح ولا موريتانيا تربح باش يقدروا يدوزوا احسن ثالثين. السلام عليكم.